السلام عليكم بخير، لاباس؟ معكم هشام صالونات مغربيه. مرحبا بكم، الف مرحبا. عند هشام في ضرب عمر هذا المحل كاين في حسن الصغير 143 قابل مع البنك الشعبي. بالنسبه لهذا المحل شي اشكال دخلناهم واعرين ديال المطروز ولا ديال البروكر، شي حاجه هائله هائله ديال 2022، لا في الكاليتي لا في اللوينات لا في كل شيء. وتبعوا معنا الصالونات المغربيه عند هشام في اليوتيوب، اما بلومو هشام في الفيسبوك، العظيمي هشام في الانستغرام. كما تشوفوا راه في ماتي كل جديد تنجيبوا لكم الاتقان الجوده، ديما الهشام معكم طوب في طوب في طوب في جميع التواب الحمد لله. وراه خدمنا صالونات وحطينا صالونات وحطينا ايلات وحطينا جميع الصالونات، والحمد لله الناس ديالنا اللي متبعينا والناس اللي غيتبعونا مرحبا بكم، وتنتمناو الله الخير يا ربي، والله يسهل علينا وعليكم جميع المسلمين. انا غادي نحاول في هذا المحل هذا بالنسبه لهاد الزواوق اللي جات جداد غنعطيكم التفسير ديال كل توب كيفاش تيخدم واللوان وكذا. كما تنقولوا في الفيديوهات المقبلين، اللي ما شريت نزه ومرحبا بكم، ولا كان شي استشاره ولا كان شي حاجه صيفطوا لنا في الواتساب. راه كاينه البنت وكاين الدري اللي معايا خويا عبد السلام، راه غادي ان شاء الله يعطيكم كل حاجه، نعطيكم الدوفيات والكلمه والمعقول والاتقان. وكما تنقول لكم حنا تنتكلفوا بجميع الحالات، في العود في الماطله في الخياطه في كل شيء، حتى تولي ديالنا حنا اللي تنخدموا الريوس، لا الشركه ديالنا ديال ام بلومو هشام تخدم لي صالون ولا لي ماطله ولا كل شيء بوحدنا، ما تندفعوش الخدمه للنجار ولا للمول الثوب ولا تندفعوا الخياط ولا شي حاجه. علاش؟ حنا هذا الفرع ديال الشركه ديالنا تنخدموا بهذا الشيء على اساس باش نتحملوا المسؤوليه. حنا اذا كان مشكل عندكم في العود ولا في الماطله ولا في الخياطه ولا شي حاجه، حنا اللي تنتحملوا مسؤوليتنا. ومرحبا بكم والف مرحبا عند صالونات مغربيه. انا غادي نعطيكم التفسير ديال كل حاجه. هانتوما كما تتشوفوا معايا هنا، اسمحوا لي، كاينه هاد الزواقه اللي تنسميوها الدرالو، شفتوا كلها بالبايتي. البايتي كاين في الماطله، هذا اللي تيكون في الفرماجات وتيكون في الديبار. وبالنسبه للمخده كلها حرير بالصم، شفتوا كلها حرير بالصم، دخلين معاها هاد الديلافي اللي هو خضر ملكي بالدوري باش تيكاسي لنا اللوان. حنت هاد الدرالو هذه كما تتشوفوا هنايا فيها هاد الباج بالمارو، فيها الفيغ او، فيها الدوري، وهذا التوب ديالو. بالنسبه للتصوير ديالو كما تتشوفوا معايا راه تصوير شي حاجه اللي هي مزيانه، الارضيه ديالو كلها فيغ او. مرحبا بكم والف مرحبا. بالنسبه للموتيف ديالو كما تتشوفوا معايا، شفتوا هائل، حتى هو داخل فيه اللوان اللي داخلين عندنا في الماطله، وتيجي هذا ديبار ولا في الظهر ديال المخده ولا في الفرماجه ولا في التلميطه، فاش ما بغيتوا تستعملوه تستعملوه. شفتوا كاين بالنسبه لهاد الزواقه هذه اللي هي فيها الغوز بيبي، هذه ثاني زواقه اخرى، حيت كاين الزواقه هكا شفتوا، وكاينه الزواقه اللي هكا والموتيف ديالها متغير، حتى هي فيها الصم وفيها البايتي مخيطه بالخيط دوبل. ما تنساوش واحد القضيه، راه كاين البايتي دابا الثمن ديال التوب اللي تيكون طايح 250 ولا 240 ولا 220 ولا 260، غير نصيحه من عند هشام، راه كاين لهذا البايتي اللي تتشوفوا هنايا، اللي هنا كاين هنا بحال دابا عندنا هنا هنايا حنايا خيط مدوبل، وهنا كاين خيط واحد كما تيتشوفوا، هذاك اللي فيه خيط واحد من بعد تتقطع ولا في الصابون ولا شو. هذه زواقه كما تتشوفوا معايا في الغوز بيبي. انتوما مرحبا بكم والف مرحبا عند صالونات مغربيه عند هشام. كاينه زواقه الثانيه كما تتشوفوا معايا بلديه 100%، هذه تجي في الخديه ديالها بانو كلها ورده، شفتوا تجي هائله. انتما مرحبا بكم والف مرحبا، فيها هاد الجون بالكري وفيها الباج وفيها هاد المارو باش تتحمي في الصالون. هنا بالنسبه كما تتشوفوا معايا هاد الزواقه هذه هي الفيغ او وفيها الغوز بيبي. اسمحوا لي بالنسبه لهاد الزواقه اللي تتشوفوا هنا، ها اللوينات ديالها، شفتوا اللوينات ديالها كيفاش دايرين، فيهم هاد الخضر ملكي واعر خطير، هذا لون جديد بعدا اصلا ما داير في السوق. شوف اللوينات ديالو كيفاش دايرين، ها الموتيف ديالو اللي بالبايتي كما تتشوفوا مخيط دوبل وفيه 8 ديال اللوان، ارضيته شي حاجه فيسكوز غليظه. انا تنقول لكم والناس اللي غادي يجيو عندي وغيشوفوا وغيقيسوا ويديروا اللمسه ديالهم في التوب وغيعرفوا الحقيقه ديال التوب اشنو تتسوى، حيت انا الحاجه اللي تنقول لكم هي اللي كاينه، ما تنقولش غير تنبيع وكذا وهادي ونزين وفي نفس الوقت تجيو تلقاو كاليتي عيانه. الحمد لله الناس كاملين اللي تبعونا وجاو عندنا المكازا هنايا في محل تاج تي سي عند هشام في شارع حسن الصغير اللي مقابل مع البنك الشعبي 143، الحانوت اللي سميتو النمره ديالو 143،
تيقيسوا الناس الثوب وتيقولوا لي يا هشام الله يعطيك الصحه داكشي اللي تتقول هو اللي كاين. شوفوا هذا اللوين كيفاش جا خطير، تتخدموا بجميع الالوان اللي بغيتوا وفيه الارضيه ديالو كما تشوفوا معايا هنايا حتى هي واعره. انتوما انا ندير لكم نزومي لكم مزيان شفتوا باش تعرفوا الحقيقه ديال الثوب كيفاش دايره. انتوما مرحبا بكم والف مرحبا، شفتوا الحقيقه ديال الثوب شي حاجه لوينات جداد، فيها لورونج فيها الموف فيها الفيرقو فيها التيركوا فيها اللوينات 8 ديال اللوان. هذا تيدير 380 درهم المتر كاليتي ديال بن شريف، هذا الثوب ديال بن شريف، هاز الكوطون هاز الخيط وشي حاجه لي بروميير شوا. فيها اللون الثاني، اللون الثاني هو هذا الباج هذا كما تشوفوا معايا هنا انتما، تا هو خطير، داخل فيه هاد الكري وداخل فيه هاد البلو، داخل فيه الخضيضر كيما تشوفوا معايا، داخل فيه المارو، داخل فيه الصفيفر، جميع الالوان داخلين، باش ملي تكون الصالون ديالكم مثلا كبير كبير ولا صغير، تتحاول تتماري باللوان اللي عندك في الورده، هما اللي تتخرج بهم الصالون ديالكم. ها الموتيف ديالو ما شاء الله تا هو ديالو، التوب ديالو شي حاجة قطيفة كيما تنقولوا، مبرة ما تتكمش ما والو، هائلة. ويمكن لك تدخل فيه تا هو اللون اللي بغيتي، الكري والباج والمارو اللي بغيتي، تا هو تيدير 380 درهم. بالنسبه لهاد الكشميره هذه كما تشوفوا معايا تدير 350 درهم، فيها هاد اللون هذا خطير شفتوا ها هو، وفيها اللون الخضر ملكي، وفيها واحد الكري بالجون راه حطيته لكم في الانستغرام وحطيته لكم في اليوتيوب، جا هائل شفتوا. بالنسبه للوان ديال هاد الزواقه الاخرى الثانيه كما تشوفوا معايا، ها هي هذه الباج ديالها المفتوح هانتوما كما تشوفوا معايا، شي حاجة اللي هي طوب في الطوب عند هشام، هذه تدير 350 درهم عند صالونات مغربية عند هشام. هذا بوكي آخر. بالنسبة للأثمنة اللي تنعطيكم على حساب اللوان اللي داخلين في الطرز، ملي تيكونوا اللوان بزاف، كاينة الطرزة اللي تيكونوا فيها غير ربعة ديال اللوان تدير 240-250، وكاينة الطرزة اللي تيكونوا فيها تسعود ديال اللوان، مثلا المارو والباج والباج طوب والفيغ والبلو والتيركواز والجون، تفهم؟ حتى تلقى تلوينة خطيرة باش تتبين لكم الصالون. انتم مرحبا بكم وارحب مرحبا عند صالونات مغربيه عند هشام، هذا تيدير 350 درهم. كاين البلو كما تشوفوا معايا، البلو تا هو خطير، الناس اللي عندهم صالونات كبار ولا اللي عندهم صالونات صغار في الال ولا في الاي تيجي تا هو هائل هائل هائل. بالنسبه للموتيف ديالو شفتوا تنخدموا الارضيه تتكون بلو، وتنحاولوا ناخذوا داك لورونج ولا داك الجون تنخرجوا به البتي كوسان، تيجي خطير في الصالونات. بالنسبه لهاد الزواقه هذه راه داروا عليها الكوبي ديالها، ولكن لا علاقه مع هاد اللوان ولا علاقه مع هاد البيتي ولا علاقه مع الحرير ولا علاقه مع هاد البوكي اللي فيها هو بلدي رومي هائل. بالنسبه للايني، الايني كما تشوفوا معايا هنا، الايني اللي هو درالو شي حاجه بروميان غليظ غليظ، شوف كي تشوفوا معايا بحال ملي تندير ليها هكا بصبعي بحال تتحفر شي مانطا ديال الباير شفتوا، هائله هاللوينات ديالها. انا تنهضر معكم بالتلقائيه وعادي، ما داكشي اللي كاين هو اللي تنوصل لكم شفتوا. مرحبا بكم والف مرحبا عند صالونات مغربيه عند هشام. كاين البلو اللي تيتسمى هذا 330 درهم اخر ثمن، 330 درهم تيبقى 300 درهم صولديناه. كاينه هذه ديال البايتي كما تشوفوا معايا، هاد الباج هذا تيدير حتى هي 250 درهم. كاين بروكار كما تشوفوا معايا هائل، شوف ما شاء الله هذاك الشيء غزال، لوينات واعرين. كاين هذا الباج حتى هو كما تشوفوا معايا 330 درهم. كاين هاد الزواقه 250 درهم، فيها الخضر ملكي، فيها الغوز، فيها الباج، هائله. بالنسبه لهاد الكرونه هذه حتى هي البايتي كرونه، تا هي خطيرة 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 خطيرة، تجي في الوان. بالنسبة للريدوات، بالنسبة للسطور، بالنسبة للمسائل كاملة تنتكلفوا بها عندنا في صالونات مغربية. بالنسبة للمحلات اللي عندنا، كل محل فيه لارتيكل جديد، كل محل فيه زواقة جديدة. وبالنسبة لديتاي ديال المخاد ولا الخياطة ولا باش نخدموا الخدمة ولا باش نخدموا أي حاجة، راها بروميان شوا، وكنخدموا بشي حاجة اللي هي نوايي وشي حاجة جديدة. ومرحبا بكم والف مرحبا، بلا ما نطول عليكم هذا الفيديو، وتسناو فيديوهات ان شاء الله ديال هاد التواب الجداد اللي حطينا هاد السيمانه هذه، تسناو الفيديوهات ديالهم خطيرين، وما شاء الله كي حطيناهم ما شاء الله عليهم الاقبال، ولكن الحاجه كما تنقولوا الحاجه الزينه بايعه راسها، المليح بايع راسه. كاين البروكارات، كاين بزاف، كاين بالنسبه لي موديل ديال هاد الايل هذا كما تشوفوا معايا، دخلنا فيه ديبار بلي بومبون، كاين بزاف ديال الحوايج بالموليني بكل شيء،
ومرحبا بكم والف مرحبا. بالنسبه لي سوندري كيفاش نخدموهم، كاين سوندري كهذا الشكل هذا، ها هو ملي تجيو عندنا تنوريكم لي كاتالوج ديال لي موديل ديال العود، ديال الخياطه، ديال التوب، ديال كل شيء. ومرحبا بكم والف مرحبا عند هشام، وتابوناو معنا في صالونات مغربيه عند هشام، وتابوناو معنا في امبلو مو هشام في الفيسبوك، وتابوناو معنا في العظيمي هشام في الانستغرام، وتابعوا معنا الجديد. ومرحبا بكم، والله يسهل عليكم جميعا يا ربي، وتنتمنوا الخير للجميع، واللي فيها الخير ياتيها الله، والله يسهل عليكم، واللي ما عندوش الله يجيب ليه. وتنخدموا مع الناس اللي عنده ولا ما عندوش، اللي عنده دار صغيره واللي ما عندوش دار، اللي عنده دار كبيره. الحمد لله احنا ديالكم، انا هشام ديال الجميع، ما تنعزلش بان هذا عنده نخدم ليه، هذا ما عندوش نخدم ليه، بحال بحال الحمد لله. ومرحبا بكم، وتنتهلاو في الجميع، ونخليو كل واحد على خاطره. وبسلامه عليكم، والله يهنيكم ويجيب لكم التيسير يا رب.